يا علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا تحزن، لا تحزن أن الله لم يستجب دعاءك إلى الآن، لا تحزن، فربنا لم يؤجل إجابة عبثا ولا هملا، بل هو قد فعل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها، فانتظر هذه الحكمة إلى أن تنكشف لك بجمالها ومفاجآتها السارة التي طالما عودنا الله عليها. وقد فعل ذلك سبحانه مع من هو خير مني ومنك، يعقوب عليه السلام. يعقوب جلس يدعو ربه 40 سنة لكي يرد الله عليه ابنه وحبيبه يوسف عليه السلام، حتى أنه فقد عينه من شدة البكاء. وبعد كل هذه السنوات، بعد كل هذا، استجاب الله تعالى دعاءه. أما نحن فليس لدينا دعوة معينة ننتظرها منذ 40 سنة إلى الآن لم تتحقق، لا يوجد. وفي نفس الوقت نحن لسنا أفضل من يعقوب عليه السلام، فلماذا اليأس؟ كيف تتعامل مع الله إذا لم يستجب لك؟ تجد الإنسان أحيانا ييأس من إجابة الدعاء مع أن الفرج قريب، وهذا الشيء يضحك الله تعالى، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يضحك من قنوط عباده مع قرب تغير البلاء. فقال أحد الصحابة: أو يضحك الرب عز وجل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك. سبحانه. فلا تحزن ولا تستعجل، لأنك إذا استعجلت ويأست فإن هذا يمنع إجابة الدعاء، عندها ستفقد الطلب اللي طلبته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فأحيانا يكون الفرج في قمة القرب من العبد، ويكون العبد الآن فقط وصل إلى اليأس، فلما يأس واستعجل توقف نزول الفرج، مع أنه كان سينزل، كان قريبا منك، يعني غفر الله لك، لماذا يأست وتوقفت عن الدعاء؟ لا تتوقف، استمر بالدعاء، استمر، والله سندعو ربنا إلى أن نموت، لن نتوقف عن دعائه سبحانه. لكن بالمناسبة، يعني انتظر انتظر، ربنا سبحانه سيعطيك شيئا آخر أيضا غير إجابة الدعاء. سبحان الله، كثير من الناس يظن أن أقصى شيء يمكن أن يحصله الإنسان من الدعاء هو الإجابة بس. لا، يوجد أمر آخر، أنت تطلب من خالق وليس من مخلوق. الواحد منا إذا طلب من شخص آخر فإنه يريد منه أن يعطيه الشيء الذي طلبه فقط، هذا بين الخلق، أما مع الخالق فالأمر مختلف. إذا دعونا ربنا سبحانه فإنه يعطينا ما نريد، وفوق هذا يأجرنا ويثيبنا حسنات لأن دعوناه وطلبنا منه، سواء أجيبت الدعوة أم لا. أتدري لماذا؟ لأن الله تعالى يحب منك أن تسأله، يحب منك أن تطلب منه، وكلما طلبت أكثر وألححت عليه أكثر فإن الله يحب ذلك منك أكثر. فأنت إما أن تأخذ الشيء الذي طلبته، وإما أن تأخذ حسنات مقابل دعائك يوم القيامة. بيني وبينكم هذا أفضل لنا، أي والله الحسنات أفضل لأنها ستفرحنا أكثر يوم القيامة. يوجد احتمال ثالث، قد لا يستجيب الله لك، وقد لا يعطيك مقابل هذا الدعاء حسنات، ولكن قد يصرف عنك أشياء مزعجة كانت ستقع بك وتؤذيك، لكن لأنك دعوت الله
فإنه يصرف عنك من الشرور بقدر ما دعوت، حتى وإن كنت تطلب شيئا آخر تماما لا علاقة له بالموضوع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته يعني يستجيبها له في الدنيا، أو يدخر له من الخير مثلها يعني يعطيه حسنات يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ثم والله حتى لو ما أعطانا ربنا أي من هذه الخصال الثلاثة لاستمرينا أيضا بالدعاء، لأنه يوجد في الدعاء سبحان الله شعور عجيب، إحساس مريح لن تجده في أي شيء آخر. لو لم يكن في الدعاء إلا هذا الإحساس لكفى. والله والله وأقولها من كل قلبي، الواحد منا إذا دعا ربه وأخرج كل ما في قلبه فإنه يشعر براحة، يشعر بانشراح صدر حتى قبل أن تستجاب الدعوة. أي والله، حتى قبل أن تستجاب الدعوة. ولما علم الله أن عباده يشعرون بكل هذه اللذة والراحة في أثناء دعائهم، فإنه سبحانه ربما يؤخر استجابة الدعاء عنك لكي لا تنقطع عنك لذة الدعاء. نعم، لأن لذة الدعاء في الحقيقة أحلى من لذة الاستجابة. أصلا لا توجد مقارنة بين طعم الدعاء وطعم الإجابة. لماذا؟ لماذا الدعاء أحلى من الإجابة؟ الجواب: يوجد في الدعاء شيئان، شيء يحبه الله وشيء نحبه نحن. الله يحب منا أن ندعوه، وأما نحن فنحب أن يستجيب الله لنا. ولا شك أن ما يحبه هو أجمل بكثير مما نحبه نحن، وفي كل خير. هل تعلم أيضا أنه سبحانه أحيانا قد يحرم العبد من شيء معين في حياته ليعطيه لذة أكبر منه، وهي لذة الدعاء التي هي أحلى من لذة الشيء نفسه الذي فقده؟ حكمة سبحانه، إن الله تعالى يعلم أن العبد لو لم يفقد هذا الشيء ربما ما دعا الله تعالى. أرأيت كل هذه المعاني الرائعة التي قدرها سبحانه في تأخير إجابة الدعاء؟ مع كل هذه المعاني فإن كثيرا من الناس يظن أن الله تعالى إذا أجاب دعاء العبد فإن هذا يعتبر كرامة من الله مطلقا. ليس بصحيح. الله تعالى قد يعطي العبد ما يريد لهوانه عليه، قد يحقق طلباته، قد يحقق طلبات العبد وفيها هلاكه، والعبد المسكين يظن أن هذه كرامة. لا لا، أحيانا تكون كرامة وأحيانا تكون إهانة، أحيانا تكون الإجابة عطاء وأحيانا تكون بلاء. طيب كيف أعرف هل إجابة الله لدعائي كانت كرامة أم إهانة؟ يعني ما هو الدليل على أنها عطية أو أنها بلية؟ كيف أعرف هل هي من باب العطاء أو البلاء؟ الجواب: توجد علامة هي التي تبين لك ذلك. العلامة هي إذا كان هذا الشيء الذي طلبته من الله وأعطاك إياه قد زادك قربا من الله تعالى، زاد في إيمانك، فإجابة الله لدعائك كانت عطاء وكرامة. أما إذا كان هذا الشيء الذي طلبته قد أبعدك من الله وكان سببا في نقص الإيمان، هذا يعني إن إجابة الدعاء لا، كانت بلاء وإهانة. مثال: شخص يطلب من الله وظيفة معينة أعطاه الله إياها، إذا كان بعد حصوله على الوظيفة يتصدق من مرتبه ويشكر ربه ويتقن في عمله ويساعد المراجعين، إذن استجابة الله لدعائه كانت كرامة وعطاء. أما إذا كان بعد حصوله على الوظيفة ينام عن صلاة الفجر، وإذا رجع من العمل نام فتفوته صلاة العصر ولا يلتزم بعمله ولا يؤدي زكاة ماله، فهذا دليل على أن إجابة الله لدعائه كانت بلاء وإهانة ليست كرامة. ختاما أرجوك تأكد أن ربنا سبحانه متى ما أتيت إليه أتى إليك، بل يتقرب إليك أكثر مما تتقرب أنت إليه، وسيعطيك الذي طلبته منه وسيزيدك فوقها من فضله ما يشاء، إنه دائما يفعل ذلك كما عودنا سبحانه. فقط أقبل على الله وسترى عجبا، كلمه، أطلب منه، هو سيعطيك أكثر مما تتصور. واستمر بالدعاء حتى لو انتهت حاجتك، استمر. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. اللهم احفظنا بحفظك، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا عندك من المرضيين المقبولين.
المجابي الدعوة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.